أعلنت وزارة الدفاع السعودية تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة قوات الحوثي ونقلهما إلى العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم إلى الرياض. وأكدت الدفاع السعودية أن تنسيق هذه العملية المشتركة بين حكومة المملكة والولايات المتحدة لإخلاء رعايا أمريكيين من اليمن تجسد متانة العلاقات الثنائية، كما أنها تأتي استمرارا للتعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق الأمن الوطني للبلدين.